إذا ما الطفل في هذه المدرسة وطاحت عليه شجرة راك تدي الروح. هي صرخة من صرخات أولياء التلاميذ ببلدية العين الصفراء بن عامة، والذين يخشون تكرار المآسي بمدارسنا. أشجار عملاقة محاذية للجدران الخارجية لعدد من الابتدائيات ووسط الساحات باتت تهدد سلامة التلاميذ والمارة، خاصة منها التي تشابكت بالأسلاك الكهربائية تحتاج فقط لعملية تقليم دورية. التلاميذ كنت غادي يخافوا عليهم نهار يجي الريح والفونتصاب عندنا كيقول على الخيط انهم فايتين تاع الضوء يجي ربما يطيح الخيط، والدار الكبير هي الدار هي بقى بلاتكم صورها وشوف لو كان يطيح عليها ما تبقاش الدار. جيت تشوفها بعينك غير الكابل والطونسيو ها هو تاع الصون القزره هنا كون يطيعوش على الكابل هذا الاول احنا رانا في الريسك والبزوز لهنا في الريسك. بلديه والعين الصفراء في اولى ردودها الروتينيه تأسف ممثلها لعدم إمكانية التدخل لقلة الإمكانات في انتظار ميزانية أولية يخصص منها نصيب لعملية التقليم. تنتظر إن شاء الله الميزانية الأولية ونقوم إن شاء الله ندير استشارة ونقوم إن شاء الله بتقطيعها، ولكن هذا هو الصبر يعني نصبر شوي إن شاء الله بإذن الله نحاول من اليوم نحاول ونجتهد باش إن شاء الله يعني تكون العملية في أقرب وقت بإذن الله، ما يتعداش شهر ما يتعداش 20 يوم إن شاء الله بإذن الله. نطلب التوفيق من الله سبحانه وتعالى. هي مناسبة يجب التذكير من خلالها بعض القائمين على الشأن العام أن وقوع الكوارث لا يمهلهم زمنا إضافيا للقيام بإجراءات إدارية معقدة، بل يستدعي حرصا وإرادة لتجنبها بسرعة تهاوي الأغصان العملاقة حين هبوب الرياح.